طيب بالنسبة لك شايف مباراة القمة ازاي بعد الخسارة؟ لا اكيد طبعا زعلان جدا يعني اللي حصل. ما طبعا هو يعني وارد انك بيجي في يوم بتبقى مش يومك خالص. ف يعني نادي الزمالك نادي كبير يعني ايا كانت النتيجة، لكن انا شايف ان النتيجة 5-3 زيها زي اي رقم في الاول والاخر. دي مباراة بتاعت بونت يعني، مش الاهداف مش ما بتقللش ولا بتزود، لكن انا شايفها مباراه يا مباراه وعدت. اكيد المباراه للدور الثاني هتبقى مباراه مش سهله اكيد يعني. طبعا اللعبه كلها متاثره طبعا بالهزيمه. الدور الثاني هتبقى المباراه اكيد اللعبه كلها كبيره وعارفه حجم، مقدرين حجم المسؤوليه يعني. فإن شاء الله المباراة الدور التاني نقدر نكسبها يعني إن شاء الله.